الهدف الأول للملعب التونسي. استاد جيرزيس القنوية الثلاثي اللي يجي بعد رباع الطليعة يكتفي بنقطة في الجولة 25. المواجهة المباشرة بين استاد وجيرزيس تنتهي بتعادل أبيض، يخلي زوز في رقي حافظ على نفس الترتيب والفرق في انتظار باقي الجولات. في قراءة لمسير جيرزيس في الأربع جولات الأخيرة اكتفى بزوز تعادلات وزوز هزائم، سيري ما عرفهاش الفريق منذ بداية الموسم، لكنه يحافظ على المرتبة الخامسة. زعم المشاكل الإدارية والمادية أثرت على اللاعبين ولا لا؟ أثر برشا. احنا بالنسبة لسورتوز جيرزيس، تعرف اللي ثم بعد الاستقالة الجماعية نتاع الهيئة المديرة تغيرت برشا حاجات. اللاعبين ما عادش مخاخهم، اللاعبين معناها مش عارفين اسكو باش ياخذوا مستحقاتهم لا. دونك لاعبي كي شنو الحافز نتاعو؟ معناها الحافز سي لابريم سي الفلوس. في الجهة المقابلة استاد يرجع عددها لتسجيل النقاط بعد الهزيمة العريضة ضد الترجي الأسبوع الفارط، في مقابلة كان بإمكانه تحقيق الانتصار لو عرف مهاجمي يستغلوا الفرص السهلة في آخر اللقاء. ستنا شكون يحط في الكرة في ليه؟ مالوريزمون اليوم الملاعبية ما قصروش، قدموا لي عندهم الكل. شفنا كرة اليوم، شفنا ملعب تونسي يلعب. بالنسبة لي أنا البلوز امبورتون روندمون لونفي والمجهودات اللي قاعدين يقدموا فيها الملاعبية في ظل الظروف الموجودة توا في ستيميزي. تعادل بين الزوز فرق في حوار المرتبة الخامسة يعود فيه الامتياز لحراس الفريقين العمدوني وكريب اللي قاموا بتصديات حاسمة خلات دفاعات فرقهم ما تقبلش أداء. جاتوش برشا كور سيتو، ما ممكن دوزيام ايتون جاتو كور، ما ممكن الحارس معناها الترجي جيرجيس اليوم قدم مباراة ممتازة. قيس عاد طرح بيه وكنا حاضرين، معناتها الزوز كل واحد دافع على ضربه جمعيته، الحمد لله ليسونسيال معناتها ما قبلناش أهداف، وإن شاء الله نحافظ على المرتبة الخامسة وعلاش لا ندعموش بالمرتبة الرابعة.